أنا أعتقد هو تجهيز للمعركة، يعني زيادة الذهاب في هذا التوقيت. يعني إيران لديها يعني اقتراب من انهيار العملة، اقتراب من انهيار السوق، اقتراب من تصاعد حالات التضخم الاقتصادي إلى درجات غير مسبوقة بالتاريخ الإيراني منذ العهد القاجاري وإلى يومنا هذا. كل هذه التفاصيل تجعل هذه الخطوة الإيرانية أو هذه الميزانية التي قدمها السيد الرئيسي في منتصف، يعني قبل أيام هي قدمت هذه مع فترة المفاوضات إلى المجلس الشورى الإيراني، أعتقد أنه هي للتجهيز لحرب قادمة. طبعا إيران ذاهب بتطوير، أستاذ أحمد إذا سمحت لي، تطوير قسم الطيران الحربي في الحرس الثوري، لأنه يحتاج هذا الأمر إلى بادجت، يحتاج إلى ميزانية، وهذا دليل أيضا على أن إيران تستعد لتطوير قدراتها الجوية لمواجهة القدرات الجوية الإسرائيلية أو الأمريكية على سبيل المثال. فإضافة إلى أنه دعم جزء من ميزانية الحرس الثوري هو موجه لتطوير ودعم الطائرات المسيرة طبعا، وهذا يعني سلاح أثبت فاعليته، وحتى الكونغرس الأمريكي ذهب بتشريع قانون لمحاسبة إيران على تطوير هذا السلاح القوي. يعني تخيل أنه مثلا باليمن 1000 كيلومتر طائرة مسيرة وتقصف مواقع مهمة، يعني صواريخ باليستية نفس قدرة الصواريخ الباليستية. فهذا يعني أو ما يسمى بالصواريخ المحسن، إيران ذاهبة باتجاه هذا، كله ضمن استراتيجيات الإنتاج الحربي للحرس الثوري. دعم الحرس الثوري، شوف استاذ احمد هنا خليني ارجع للشيء لايران، دعم الحرس الثوري للانطلاق ودعمه بهذا التوقيت اللي ايران ضعيفه به هو لان لابعاد شبح الحرب عن الداخل الايراني، فهمت؟ يعني نقل كره الحرب الى ميادين بديله والضغط على اسرائيل، محاوله الضغط على الوجود الامريكي، هذه استراتيجيه، وهذا دور لا يستطيع ان يقوم به الأجهزة الأمنية الإيرانية، يعني لا الجيش الإيراني ولا غيره. هذا أمر مكلف به الحرس الثوري فقط. الحرس الثوري هو الذي يعرف كيف يدير حلقة النفوذ الإيراني في المنطقة. فطبعا يحتاج إلى باجت، يحتاج إلى أن يدعم حزب الله، يحتاج إلى أن يدعم، هذا كله يعني مصاريف يعني وكل أموال يعني يجب أن تعطى للحرس الثوري. فزيادة الميزانية طبعا أيضا مرتبطة بالداخل الإيراني أستاذ أحمد من جهة أخرى، بمعنى أنه الجيش الإيراني لا يستطيع أن يقف في مواجهة شعب إذا ما حصل أي عملية إرباك بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية. مرجح أن تشهد إيران موجات احتجاجية تتبع الموجة الأخيرة، مثلا موجة نوفمبر المتعلقة بقضية المياه في أصفهان وفي سمنان وفي يزد وفي الأهواز. فيعني الحرس الثوري هو الذي يستطيع أن يقف أمام الشعب، الجيش الإيراني لا يستطيع أن يقف أمام الشعب، فهمت؟ فطبعا لضبط الداخل الإيراني أمنيا والخارج الإيراني أمنيا يجب أن يذهب رئيسي بدعم الحرس الثوري بمزيد من الأموال. هذا هاي قراءتي أنا. طيب